من مراس يرمي النبي بركته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رعى المزاد التي آت علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في موضع مظلمتي مثل الموتى منذ القدم سيج علي حتى لا أخرج. ضعف ربطي ووثق سلسلتي دعوته فلم يستجب لي صرخت إليه فلم يصر وصد صلاتي سيج سبلي وأغلق مسالكي فقلك جسم قوي صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختف طردني وصرعني وتركني هالكا أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه أدخل في كليتاي نبال جعباته صرت أضحوكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظل ورواني من الأفسنتين هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات وبادت آخرتي ورجائي من الرب. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارتي التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في ثنائنا لأن رأفتك لا تفرق وهي جديدة في كل صباح. وعظيم هو إيمانك نصيبي والرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه.
صالح والرب للذين ترجونه طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن يحمل النيرة منذ صبا يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه علي يجعله في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعييرا إلى أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد فإنه ولو وضع يترف عليك كثرة رحمته لأنه لم يصغر قلبه بل تواضع لبني البشر ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حكم الرجل أمام وجه العالي ليلقي الإنسان في القضاء عندما يحكم عليه أفما يقول الرب من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر ليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور كيف يتذمر الإنسان الحي المعاقب من أجل خطيئته فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ولنرجع إلى الرب ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا قد التحفت حكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفك التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى فوت راح تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيل كنبيع مياه على سحق بنت شعبي عيناي حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيناي تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب
وقرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شابكا فاضت المياه فوق راسي وقلت إنه ترك نعانه صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذناك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف حاكمت يا رب احكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطراب وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة عليا سمعت تعييرهم يا ربي وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين عليا وكانت جميع تلاواتهم في النهار كله في جلوسهم وفي قيامهم انظر إلى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم وطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين.